بارك ويطيب لي أن أهني الأخ الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب حاكم الإقليم بهذا التكليف، وأن يكون التكليف لا تشريف. ونحن يعني بعد هذا الأمر نطالبه، محافظة البيضاء تعاني من ميليشيات الاحتلال وميليشيات الإجرام، فاليوم أنت تحملت على كاهلك هذا العبء ونحن كلنا سند وعون. نريدك في أقرب وقت محدد أن ننطلق انطلاقة رجل واحد لتحرير محافظة البيضاء، وتكون لبنة لدخولنا إلى صنعاء وتحرير محافظات الجمهورية من شر الانقلابيين والميليشيات، ميليشيات القتل والدمار. وكل هؤلاء الحاضرين يرحبون بهذا الموقف الجميل، ونحن نريد منكم دفعة جادة لتحرير محافظة البيضاء وتحرير ما تبقى من محافظة مأرب وما تبقى من محافظة الجوف، وانطلاق إلى جميع محافظات الجمهورية لنكون يدا بيد لنبني يمن الغد، يمن الاستقرار، يمن العدل والمساواة. وأيضا نقول للعدل وننشدها نحن كمسؤولين، ولا خير في من لم يقول للمسؤول أنت على خطأ أو أنت كذا ويرده إلى الحق، ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. شكري وتقديري للأخوة أعضاء الحكومة وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء، وعلى وللأخوة الحاضرين جميعا، وشيخنا الشيخ أمين العكيمي وحاكمنا حاكم الإقليم سلطان بن علي العرادة، وبالله التوفيق.